السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه تاعنا تاع اليوم هي بغرير ناجح مليون بالمئة. بزاف منكم طلبوه مني على خاطر شافوه في الروتين تاع الفيديو اللي فات. هذه الوصفه كما قلت لكم ناجحه للمبتدئات، ولا وحده جربته وما نجحتش فيه، يعني هذه الوصفه اكيد راح تنجح معاك. فقط تبعوا كامل الخطوات والنصائح اللي راح نمدهم لكم في الفيديو هذا. هذه الوصفه يعني بسميد فقط، ما فيهاش فرينه، ما فيهاش سكر، ما فيهاش بيض. وصفه ناجحه كما قلت لكم. نبداو بسم الله في تحضير الوصفه تاعنا. اول حاجه نديرو زوج كيسان ماء دافئ. الكيسان اللي عبرت بهم هما الكيسان اللي يرفدوا 240 مليلتر. الماء لازم يكون دافي البنات، ما يكونش بارد وما يكونش سخون بزاف، يكون دافي، يعني نتوما على بالكم. من بعد درت عليهم 3 كيسان سميد رطب. النوعيه اللي استعملتها هي ماما، راح نوريها لكم باش تحصلوا على نفس النتيجه اللي تحصلت عليها انايا. هاوليك سميد رطب. من بعد نديرو الخميره تاع الخبز. درت ملعقه صغيره مملوءه جيدا على حسب الجو البنات، يعني ما درتش بزاف خميره، درت ملعقه صغيره مملوءه جيدا. ولا تقدروا ديروا نص مغرف كبيره، على خاطر الملعقه الصغيره اللي عبرت بها انايا يعني راي كبيره شويه، ماشي هذوك الصغار كامل. من بعد درت الملح، درت حوالي زوج قرصات تاع الملح. من بعد بديت نخلط بالبغا ميكسور، وحطيت الخميره الكيميائيه بجيه. من بعد راح نزيدها للخليط تاعنا. المهم يا البنات لازم هذا الخليط يتخلط مليح كما راكم تلاحظوا. انا استعملت بغا ميكسور، ممكن ايضا تستعملوا طاس ايضا، يعني راح تجيكم نفس النتيجه. هنا خلطت شويه في النصف يعني تاع الخدمه، درت الخميره الكيميائيه، ضفت كيس كامل، زدت ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، يعني المجموع تاعهم حوالي 12 غرام. من بعد كملت خلطت بالبغا ميكسور حتى تلاحظوا باللي الخليط هذاك ولا متجانس، ما فيه حتى حبيبات. راكم تشوفوا الان، راح نوري لكم يعني القوام تاعو كيفاش يكون. يبان لكم شويه خفيف هاوليك، يعني هذا هو البنات القوام المطلوب. من بعد خليت الخليط تاعي يريح، ممكن يريح من 20 دقيقه حتى نصف ساعه. المهم راح تشوفوا باللي يعني بدا يخمر شويه، ثم بداو طيبوا البغرير تاعكم. يعني هذا يخمر شويه، ماشي كيما هذاك البغرير اللي راهو يدور البغرير السريع، هذا لا لا، هذا لازم يريح شويه. المهم بعد ما ريحت لي انا حوالي نصف ساعه، بديت نطيب في البغرير تاعي. خذيت مقلات، لازم ما تكونش تلصق اكيد، درتها تسخن، لازم تكون نار متوسطه، ما تكونش قليله بزاف وما تكونش قويه، تكون متوسطه. نحطوا الغراف تاع من الخليط تاعنا ونخلوه يطيب. يعني الفيديو راهو موضح، يعني كل حاجه لازم تنتبهوا لها ولازم تشوفوها كيفاش تطيب البغرير هذا. هاي ليك، نخليها يعني حتى تثقب مليح، من بعد نزعها. كما راكم تشوفوا يجي مثقوب كامل، وصورت لكم شحال من حبه باش تشوفوا يعني كامل ناجح، ما كاش خبزه يعني تجي ماشي مليحه، ولا فقط الخبزات الاولين يجوا ناقصين شويه، يعني يجوا هذوك الثقبات يجوا صغار. لكن كل ما تزيد تخمر كل ما يجوا هذوك الثقبات باينين ويجوا كبار. البنات هنايا يما هي اللي راهي تصور في هي اللي راهي تخدم في الوصفه هذه، على خاطر اصلا الوصفه تاعها انا جبتها من عندها، ما تحبش يعني تاع الفارينه، تحب تاع السميد وحده كما كانوا يديروا بكري. فقط الخدمه اللي تبدلت، يعني في عاود لي نخدموه باليد، نخدموه بالبغا ميكسور، هكذا يجي ناجح اكثر، ما يجوش فيه هذوك الحبيبات تاع العجين مباشره، يعني بلا ما تصفوه مباشره طيبوه. كما راكم تلاحظوا يعني الخبزات جاو ما شاء الله. كل حبه يعني كي تكملوا طيبوها تعاودوا تمسحوا بالبابي وترفدوا المقله تاعكم وتحطوا الغراف تاع الخليط. يعني كل ما نشوفوا المقله سخنت بزاف نرفدوها ونحطوا الخليط تاع البغرير كما راكم تشوفوا. البنات فقط كان ملاحظة، إذا كنتوا في فصل الشتاء ممكن ديروا مغرف كبيرة تاع خميرة تاع الخبز. أنا راني في السخانة هنايا على بها، درت مغرف صغيرة تاع خميرة الخبز يعني، وجاتني هذيك هي جاتني سوا سوا. فقط يعني خليوه يخمر، خليوه يريح، من بعد طيبوه. انتم دائما كي تحبوا يعني تجوا طيبوه سيو وحدة صغيرة باش تشوفوا إلى خمر ولا لا لا، سيو وحدة صغيرة. إلا شفتوا يعني دار هذوك ثقابي نثقب لكم كامل، أعرفوا بلي هذاك هو، بداو طيبوا مباشرة على مقلة تكون سخونة كيما قلت لكم.
هذه هي البنات يعني الطريقه تاع الطياب، يجي ناجح 100%. وكما قلت لكم بلا فارينه، هذا ما يضرش في المعده، يجي بزاف هايل، يجي بنين، مام يقعد لكم غدوه من ذاك، ويبقى يعني هكذاك جديد، يبقى بنين، ماشي كما تاع الفارينه. تاع الفارينه الى بات على بالكم يعني ما يتكلش كامل غدوه من ذاك. هذه هي البنات، هنا فقط راهي تدهن فيه بالزبده، كي تكمل الحبه تاع البغرير تدهن بالزبده ذايبه، ولا ديروا زبده قطع ودهنوا الوجه تاع البغرير من الفوق فقط باش ما يسقوش، يعني كي ديروا حبه على حبه ما يسقولكمش. هذا ما كان، هذا هو البنات يعني وصفه تاعنا تاع نهار اليوم، قلت لكم جربوها وما تخافوش. وحده يعني مبتدئه ولا وحده مجربته وما نجحتش فيه، وحده تخافوا، هذه الوصفه يعني ناجحه 100%. ديروا المقادير اللي قلت لكم عليهم، خليوا البغرير تاعكم يريح يعني حتى يخمر، من بعد سخنوا المقلة تاعكم، جربوا خبزة صغيرة فقط، كي تشوفوها ثقبت لكم مليح والثقب هذوك يعني يكونوا شوية كبار، ثم عرفوا باللي خلاص الخليط راهو خمر، طيبوه مباشرة في مقلة لازم تكون ما تلصقش، هكذا باش تحصلوا على بغرير يعني يكون ناجح. هذه هي البنات، بالنسبة اللي حابين يديروا مشروع، يعني كاين بزاف اللي راهم يديروه مشروع ولا تخدموه طلبية، يعني يتباع ما بين 2000-2500 على حساب الحجم تاع الحبة تاع البغرير. الأغلبية دوكا راهو يديروه صغار، يعني الخبزات صغار، المهم على حساب طلب الزبائن. مام تحبوا يعني تحطوه في المقاهي ايضا راهو يتمشى في المقاهي بكثره، سورتو كي يكون صغير، يعني كي يكون الحجم تاعو صغير. قلت لكم السعر تاعو، هذه الوصفه بزاف تناسب الطلبيات على خاطر راهو بالسميد فقط، يعني مام كي يقعد لكم غدوه من ذاك راح ينتكل، يعني ما يجيكمش كيما تاع الفارينه، كيما قلت لكم يجي ما ينتكلش كامل تاع الفارينه. هنا فقط وريت لكم في الاضاءه كيفاش يكون، على خاطر كي كنت نطيب الاضاءه شويه ناقصه ما بانش مليح. المهم شوفوا كيفاش يجي الخبزات كامل كامل ما شاء الله كامل يجو هكذا. ان شاء الله يعني تجربوه، ان شاء الله تنجحوا فيه، وروا لي التطبيقات تاعكم، بحثوهم لي في صفحتي على الانستغرام، يعني نفس الاسم تاع القناه مطبخ الاصيل، مرحبا بكم كامل، ابحثوا لي باش نعاود نحطهم لثما. شوفوا البنات بالنسبه للكميه يعني على حساب الحجم تاع الحبه تاع البغرير، اذا خدمتوا طلبيه ما ننصحكمش يعني تضاعفوا بزاف المقادير اللي مديتها لكم، من الاحسن الى ضاعفتوهم يعني ديروا زوج خطرات فقط، كي تكملوا عاودوا خلطوا يعني خليط واحد اخر وكملوا طيبوا ثاني باش ما يخمر لكمش البغرير كيما على بالنا كامل. البغرير بالخف يعني الى خمر بالخف يعني يخمر بزاف، ومن بعد كي يخمر بزاف ما يجيكمش ناجح. هذه كنصيحة، خلطوا يعني إلا كفرتوا ديروا زوج مرات المقادير اللي مديتها لكم أنايا. أنا الكمية اللي راح تشوفوها مع التالي يعني درت ثلاث خطرات، يعني درت ثلاث خطرات المقادير اللي مديتها لكم، تحصلت على كمية كبيرة ما شاء الله. هذا هو البنات الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نخليكم مع مقتطفات يعني كما كملت طيبت وكملت خملت هذاك البغرير. ان شاء الله يكون نال اعجابكم، ما تنساوش البنات ديروا لي جام هكذا باش تشجعوني نكمل ونمد لكم ان شاء الله الجديد مع الاسعار. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.